الصينية على النار تسخن ونحط فيها معلقتين زيت صغيرين. بجد سهلة وانتي طيبة. طيبة حبيبة قلبي. حاجة صغيرة عملتها كده يا رب تعجبك. الله بجد كل الذوق الذوق كله بجد مش عارفة اقول لك ايه. قلبي ربنا يا رب يديكي الصحة والسعادة. ربنا يعزك يا حبيبتي والله. ودايما كده تبقي متألقة وتقدم لنا حاجات حلوة. ربنا يخليكي بجد ويخليكوا كلكم بجد مش عارفة أقول إيه والله العظيم بجد فجأة زي العسل. لا دي حاجة صغننة يعني من جوه هتلاقي فيه شوكولاتات اللي هي كروكان دي جوه. الله طبعا من إيد سالي كمان. لا دي حاجة وهم بقى. أنا قلت لازم أعملها بإيدي فيا رب تعجبك إن شاء الله. إيدك وتسلم عينيكي وما تحرمش منك أبدا ولا منكم كلكم والله العظيم مش عارفة. الله يخليك يا حبيبة قلبي بجد انتي بروحك الجميلة وبجد شخصية مش عايزة اقول لكم جميلة ازاي. ربنا يعزك. روحها الحلوة وكل وصفاتها تجنن وبجد اضافة جميلة جدا جدا يا حبيبة قلبي والله. يعني انا قمة ساعتي النهاردة من اول ما دخلت بصراحة القناة وكل حد يعني بصراحة كلهم على راسي متحرمش منهم كلهم. يعني الواحد حس فعلا ان هو مع عائلته التانية وانا كل يوم بروح بحمد ربنا على النعمه اللي ربنا رزقني بيها والله العظيم بجد. وانا مش كمان كلام قدام الكاميرا والله حقيقي انا كمان بحمد ربنا كل يوم بجد والله فعلا. فعلا كل الناس اللي هنا يعني ربنا يبارك لهم جميعا يعني لله. ممكن انتم مش شايفينهم بس بجد هم ناس قمه الذوق والاحترام ربنا يبارك لنا فيهم. دي حقيقه فعلا. انا فعلا بحمد ربنا كل يوم وبيكي كمل حبيبه قلبي والله حبيبه قلبي. انا مش هعطلك الحلقه والله العظيم نورتي اللي دخلتي عيني يا رب. احلى مفاجاه والله العظيم. تسلمي لي تسلمي لي بجد. تبصي دايما وكملي بقى وصفاتك و... طب ناكل البطاطس مع بعض لما نخلص. انا مضطريه للاسف ان انا اجري لان يوسف قاعد لي في البيت وقال لي مامي مامي لازم اجري. سلمي لي عليه وربنا يبارك لك في حبايبك يا رب. ما تحرمش منك ابدا بجد نورتيني ومفاجاه زي العسل. تسلمي لي يلا باي باي.